طبعا من خلال سباق اليوم كان سباق جيد، تعاون المتسابقين مع اللجنة المنظمة، تنافس بين المتسابقين، هذا شيء جيد، هذا اللي يعطينا احنا انطباع ان احنا نشوف مستويات وتنافس كبير بين المتسابقين. ان شاء الله اتمنى التوفيق لجميع المتسابقين على اتباعهم لتعليمات اللجنه المنظمه، وان شاء الله بيكون سباق جيد وممتاز من خلال تواجدنا في هذا المكان الجيد اللي تم اختياره من قبل الاداره التنفيذيه. طبعا الجهات اللي شاركت في هاي توفير بعض النقاط المتطلبات في اقامه السباق بشكل هذا، نقول لهم الف شكر على التعاون مع نادي دبي البحري، ومن دونهم هم احنا ما نقدر نوصل الى المستوى الحرفي في تنظيم هاي السباقات بشكل ما تشوفه انت، ونطمع نحن في النادي انه يكون لنا مساحه كبيره متواجدين على طول سواحل اماره دبي لاقامه بعض الانشطه. زي ما تعرف اخوي وليد ان اجنده النادي هاي السنه 2019 مجموعة بالسباقات والأنشطة الموجودة، لنحن نقدر نحاول أن نختار الأماكن المناسبة لإقامتنا ونتقرب كثير من الجمهور، بحيث أن نحن نقدر نوجد قاعدة جماهيرية للأنشطة البحرية. طبعا شكل ما تعرف انت اليوم بدون ناشئين، بدون وجود الناشئين ما بنقدر نوصل للعالميه، خلينا نحاول ان نزيدهم ونزيد الفئات هاي بحيث ان نوصل الى العالميه من خلال اعداد كوادر مواطن الشارك في الديسكيت.